الجوان في البلاد، الإخوة أعضاء الكنيسة ورؤساء السلطات المحلية، أيها الحفل الكريم، أسعد الله أوقاتكم بالخير. أولا أنا أريد أن أحيي السفيرين على كلمتهما القيمة، وأعتقد أن كلتيهما تحتويان على عناصر هامة جدا تدل على رؤية واعية لما يحدث عندنا ولوضع المجتمع العربي الفلسطيني في بلادنا. وأريد أن أحيي مركز مساواة على هذه المبادرة المتكررة من سنة إلى سنة، والتي يشارك فيها ليس فقط منهم على المنصة، إنما أيضا إلى جانب مركبات شعبنا وجمهورنا، أيضا يشارك فيها أعضاء السلك الدبلوماسي الذين أرحب بهم من مختلف السفارات في البلاد الذين أرحب بهم أيضا. أعتقد أن هذه المبادرة تفتح قوة سنوية للإطلالة على واقعنا ووضع أولويات نحن في أمس الحاجة إليها. ولو شك أن مركز مساواة يشكل طليعة هامة في العمل المخطط من أجل حقوق الأقلية العربية الفلسطينية في هذه البلاد. العنوان لهذا اللقاء هو ما يتعلق بالمكانة القانونية. للأسف الشديد نحن نعيش في أيام نحن لا نبحث عن المكانة القانونية، يعني أين مكاننا في القانون؟ على ما يظهر هناك من يرى أن مكاننا خارج القانون، وهذا ما ظهر في قرار الحكومة الإسرائيلية بإخراج الحركة الإسلامية خارج القانون. وأنا أعتقد أن هذا القرار ليس كما يدعون أنه قرار ضد الإرهاب، إنما هو قرار ضد الديمقراطية. ولو كان عند الحكومة الإسرائيلية أدنى دليل على أي مخالفة جنائية أو غير ذلك ضد الحركة الإسلامية أو أي من قادتها، لكانت منصة المحاكم كافية من أجل أن يقدموا من يعتقدون أنه ارتكب هذه الجنايات للمحكمة. لكن لجوءه إلى قوانين الطوارئ الانتدابية التي أقرت في العام 1945، عندما كان الانتداب البريطاني في فلسطين يتعامل مع الوضع كحالة حرب، دولة إسرائيل عادت إلى هذه القوانين لأنها تعتقد ربما أنها في حالة حرب مع المجتمع العربي في بلادها. وأعتقد أن هذا أخطر ما يمكن أن يكون. بمعنى الخطة التي يعيدوننا بها، وأنا هذا ما أخشى وأتأمل أن أكون مخطئاً، أنهم سيجمعون البنود المتعلقة بالمجتمع العربي من مختلف البنود، يضعونها في إطار واحد ويسموها هذه خطة العمل من أجل العرب، يعني تصوير للوضع القائم. وأنا مرة أخرى أمل أن أكون مخطئ، فعلا أمل أن أكون مخطئ، لكن لا في القضية القومية ولا في الانتماء القومي هنالك احترام لهويتنا ولانتمائنا ولحقوقنا القومية، ولا في انتمائنا هنالك احترام لكوننا مواطنين في هذه الدولة. ونحن عندما نتحدث عن التمييز، احنا مش نتحدث عن التمييز في مجال واحد دون غيره، لا يوجد مجال لا يوجد فيه تمييز، لا يوجد، ابتداء من البنى التحتية، التعليم. العرب متفوقون على اليهود في عدد من المواضيع. أنا أقول لك عدد الضحايا في حوادث الطرق، العرب يشكلوا 19% من السكان، ضحايا حوادث الطرق من العرب 34%. الفقر في إسرائيل 23% بين العرب 51%، نحن متفوقون في الفقر. في البطالة، نسبة البطالة في إسرائيل 6% بين العرب 24%، نحن متفوقون في البطالة. هذه هي الأرقام، هذه أرقام الدولة، هذه ليست حتى التمييز في يوم الولادة، موت الرضع، نسبة موت الرضع عندنا أعلى بمرتين عن موت الرضع في المجتمع اليهودي. في النقب 3 أضعاف. فعمليا نحن لا نتحدث عن امور في الخيال، انما نتحدث عن معطيات رسميه موجوده في يد كل وزير وكل عضو مجلس وكل مواطن عادي. فعندما نتحدث عن المساواه، هذا ليس قرارا يعني عاديا اللي بينفع تعمل الخطه بعد، هذا يجب ان يكون مكرس ومعد في قانون رسمي وفي سياسه رسميه. لكن ما الذي يحدث عمليا؟ الذي يحدث
أنا أعطيكم مثلا. أنا أذكر عندما كنت في الكنيسة يوم من الأيام كنا نبحث موضوع العنف في المجتمع العربي، وكان اليوم يوم البحث هو يوم أربعاء، وجلسات الحكومة تكون يوم الأحد. أنا سمعت من أحد الوزراء أن الحكومة ناقشت الموضوع 3 أيام قبل البحث البرلماني.